صح مؤخرا بفضل فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والالكترونيات بزاف وهذا الشيء، بقينا كنكتشفوا او لا كنلاحظوا ظاهره الاختطاف والاغتصاب واختفاء ديال الاطفال بطريقه ملفته للنظر ومخيفه. فانا بالنسبه لي كنشوف لو كان عقاب، بالنسبه لي كنطالب اشد العقوبات للجاني بعد ما يشوفوه او لم بعد ما يقبضوا عليه. اقصى العقوبات اللي ممكن انهم يطبقوها عليهم وراها حتى يتعذب مزيان ويستهلك القوه ديالو، هو يبقى يقول يا ربي نموت وديك الساعات قاعد عدموا. لان بالنسبه لي ما كانش واحد هادي يتحاكم بهذه الطريقه، هادي ما غاديش يتعاقب على هذا الشيء هذا بشكل ملفت. فبزاف الناس هادي بقاو يتجرؤوا ويسرقوا لنا اولادنا ويسرقوا لكم حتى اولادكم نتوما. فلهذا كنطالب المسؤولين على هذا الركن هذا يتخذوا الاجراءات اللازمه والقاسيه جدا باش الواحد ممكن انه قبل ما يخطف ولدي ولا ولدك يفكر ألف مره ويدير ألف حساب، عاد يفكر انه او لا ينوي انه كيفاش يدير حتى يخطفه. شكرا.